بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم أخواني أخواتي. في الحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع فطريات الأصابع ووضعنا ما يناسبها من علاج، ركزنا على موضوع الابتعاد عن الرطوبة لأنها تزيد في موضوع الفطريات. في هذا اليوم سأستكمل ولكن في موضوع آخر، فطريات التي تتواجد على فروة الرأس والتي تتواجد في الأذنين، وأيضا سأتطرق إلى موضوع علاج القمل وبيوضه. فطريات فروة الرأس، حقيقة أنا يعني الموضوع جاء صدفة. في عام 2011 أو 2012 كنت عند عطار في مدينة الرقة السورية، دخل رجل ومعه ابنه طفل في الثامنة التاسعة من العمر، رأسه مخيف كتل هكذا وتنز أصفر أبيض. قال للعطار أعطيني دواء للثعلبة. أنا الحقيقة لم أفسح مجال لا للعطار ولا له. قلت له يا أخي أنت عن شو عم تحكي أنت؟ هاي فطريات قوية يعني، لعبة براسه لعب، انت ثعلبت ايش وكذا يعني، لحالكم تصرفون يعني. فالعطار الزلمة يعني ما حكى ولا كلام، هو قال طيب يا اخي شنو عندك حل؟ قلت له عندي حل، جيب الثوم وقطعه وحطه بخل تفاح، وجيب قطران موجودات اثنينهن عند العطار، رج الخل مع الثوم وحطه سبح به فروة الرأس، تركه 10 دقائق، بعدها حط القطران، تركه من الليل للصبح، والصبح عمل نفس الطريقة، ألا يشفى. وهذا رقم جوالي وعنواني، أنا مسؤول عن كلامي. ورحت أنا، لا أعرف الرجل ولا أعرف العطار، يعني صدفة، كل تمام صدفة. بعد مرور شهر تقريبا يعني إجت سيارة فيها شباب يعني، وفيها معهم هذا الولد. قالوا تعرف هذا الولد؟ طلعت فيه يعني كان أثر يعني متبقي هيك الأثر فقط يعني، مش يعني شعر موجود وكذا، سلسلة مو مكتمل. قلت لهم نعم نعم، الحمد لله انه الله سبحانه وتعالى شافاه، كان مخيف. قالوا والله كان مخيف وقفنا. المهم الجماعة قالوا بدنا شيء يعني طول شعره وكذا، يعني هم جايين يعطوني فلوس بس بدهم يعني بطريقة أدبية. المهم أعطيتهم أنا زيت وكذا، أعطوني فلوس الجماعة وراحوا. إذا استنتج وتابعت الوصفة نفسها لمن معه فطريات في الرأس، جيب خل التفاح قطع بيه ثوم، يضعه يترك كل ما ينشف، بعدها يضع القطران مرة واحدة تكفي من الليل للصبح إن شاء الله تعالى. نفس الشيء علاج القمل وبيوض القمل، هذا يبيدها إبادة كاملة يعني أقل من أسبوع، كل يوم مرة يبيد القمل والبيوض. ولا تظنوا أن القمل يعني فقط في البلاد الفقيرة أو العالم الثالث كما يسمونه، لا، موجود في أمريكا وفي أوروبا المتقدمة، في فرنسا بكثرة هذا الأمر يعني سبحان الله. فهذا علاجه، خل التفاح
اللي محطوط عليه ثوم والقطران، يبيدوا عبادة كاملة. أما فطريات الأذن، فطريات الأذن يجيبون زيت اللوز المر وتقطعون به ثوم وترجونه كل يوم، تتركونه لمدة أسبوع. بعد الأسبوع تبدأ تقطر اثنين باثنين مع حركة هكذا حتى يتوزع الزيت إلى داخل الأذن. طبعا أنا أتكلم عن الأذن اللي فيها فطريات وغير مثقوب الغشاء الغشاء طبلة الأذن، يعني غير مثقوب. إذا كان الطبلة غشاء الطبلة مثقوب فيكتفي بأنه يجيب تبع الأذان هذا اللي في قطنة ويضعه في الزيت ويحرك، يعني لمس دون يعني أي زيادة في الزيت حتى لا يدخل إلى داخل الأذن، يعني يحتاط الإنسان من الموضوع هذا. وإن شاء الله يعني خلال 10 أيام أو 15 يوم يبيد هذه الفطريات، لأنه الفطريات فعلا متمكنة من الأذان. كثير ناس معها فطريات وما تعرف، يعني تعمل حكة وتعمل طنين في الأذن وإزعاجات، ودائما يجي يغسلها بالمي والمي يزيدها. فانتبهوا يا أخوان وركزوا على الناحية هاي، والله يشفي كل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.